تعيش أغلب المناطق الشمالية على وقع اضطراب جوي نشيط الفعالية، حيث شهدت الجزائر العاصمة خلال 24 ساعة الماضية تساقط كميات معتبرة من الأمطار. كميات الأمطار التي سجلت عبر محطات الرصد الجوي للديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط 100 ملم على محطات المتواجدة غرب الجزائر، حوالي 146 بعين بنيان، 123 بالحراش، وكذلك 112 ملم ببرقي و108 بالكبة. ولكن فيما يخص كميات الأمطار التي سجلت في المحطات دائما ولكن شرق الجزائر العاصمة كانت أقل كمية، وهنا تبان كذلك نشاط الراعد كان أكثر اعتبارا فيما يخص المناطق المتواجدة غرب الجزائر العاصمة. غير أنه يرتقب أن تشهد المناطق الشرقية تساقط كميات جد معتبرة من الأمطار خلال الساعات المقبلة. حاليا الاضطراب الجوي سوف يتوجه تدريجيا نحو المناطق الشرقية للوطن، راح يكون أكثر اعتبارا على المناطق الحدودية الشرقية، فكل من منطقة سكيكدة، عنابة، طرف، قلمة وحتى سوق أهراس راح يكونوا تحت تأثير الاضطراب الجوي اللي هو على شكل أمطار وزخات تكون أغلب الأحيان راعدة. كمية الأمطار المتوقعة قد تقارب 50 ملم، بل هي ما بين 30 إلى 50، ولكن يكون هذا الاضطراب الجوي أكثر نشاط على منطقة الطرف وعنابة، بحيث كمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى حتى 60 ملم، وهذا لغاية صبيحة يوم الاثنين بإذن الله. هذا وتؤكد النماذج الرقمية للرصد الجوي أن الولايات الوسطى على موعد مع تساقط غزير للأمطار بداية من أمسية يوم الأربعاء. توقعات الطقس خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، وحسب كذلك تحليل النماذج الرقمية، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم اضطراب جوي آخر، هو قادم من شمال أوروبا، راح يتوغل نحو حوض البحر الأبيض المتوسط، راح يتمثل في كذلك انخفاض ضغط جوي سفلي وهذا قرب من الجزائر العاصمة، ولهذا فنشاطه راح يكون إن شاء الله متميز على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية للوطن هذه المرة، وهذا راح يكون إن شاء الله ابتداء من أواخر يوم الأربعاء وكذلك صبيحة يوم الخميس. إذن هذا الاضطراب الجوي راح يكون كذلك مرفوق بزخات أمطار راعدة، وكما ذكرت النشاط الراعد قد يكون يعني أكثر اعتبارا على المناطق الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية للوطن، ولذا يجب متابعة النشرات الجوية. ومع هذه المرحلة الانتقالية، تتبع النشرات الجوية ضرورية لتجنب الكوارث.